سلام البنات، المهم الفيديو ديالي ما تشوفوا فيه هذه الوصفه هذه اللي غادي نصايبوا بالقنينه ديال البلاستيك اللي كتكون خاويه. طبعا هاد القنينه ديال البلاستيك خدات واحد الشهره عاليه، واليوم غنجربوها نشوفوا واش نكتشفوا انها تسهل ديك الضجه، واش اننا نقدروا نصايبوا بها نطيبوا بها، واش صحيح او لا غلط او لا تستاهل هاد الضجه. بقاو معايا حتى الاخر الفيديو غتشوفوا وتكتشفوا بنفسكم. يلا نهاركم مبروك. إذا كنتو أول مرة كتابعوني ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد كنحطو، وما تنسوش تخليو لي رأيكم في الأخير ديال الفيديو بعد ما تشوفوه. طبعا بغيت نعرف رأيكم في هاد التجربة. أوكي يلا خليكم على الفيديو وفرجوا ممتعة حبيباتي. كل بنات صباح الخير عليكم، نهاركم مبروك، صباح الواد، صباح النشاط، صباح الخيرات. الو بنات، اليوم فيديو جديد ونهار جديد، حبيت نعطيكم طاقه ايجابيه نبداوها بنشاط بشويه، يعني هكا يكون نهار زوين باش تعطينا واحد الاشراقه، واحد نهار اللي يكون يعني نستمتعوا فيه وحنا كنديروا فيه اي حاجه كيف ما كانت، سواء كانت روتين، سواء كان شقا، سواء كان طبخ، سواء كان اي حاجه يكون عندنا واحد الباور، واحد الانرجي اللي نقدروا نكملوا بها النهار وحنا راشقه لينا، ماشي وحنا كنديروه وحنا بزز منا. اوكي فبغيت نشارك معكم هكذا لقطات على السريع، واخا الفيديو مصور يعني ممكن يكون مختلف شويه الوقت، ممكن كينزل بعض المرات مع الطرف الليل، ف راكم عارفين الواحد يصور ويساري ويجلس يدير الايديت وكل شيء كيكون الوقت بعد ما داز، بحال بعد مرات الفيديو كنطر انا نخلي حتى لغدا اللي نحطو لان كيكون الليل صافي يعني فات الوقت باش الناس غادي يتفرجوا فيه 12 الليل ولا هكا، عاد كتكوني ساليتيه بعد ما كيكون متاخر اكثر من هكذا. فكيف ما كتشوفوا يعني على حسب قبل علينا وصافي. انا البنات اليوم الفيديو اللي غادي نعطيكم فهو نزهة تجرب شي حاجه انتشرت في اليوتيوب، كنبغي نعرف واش فعلا تستاهل داك الانتشار او لا لا. الوغ كيف ما سبق لي قلت لكم راه انا كيعجبني نصايب دوك العوايمات او لا اللقمات القادي او لا زلابيه او لا اي حاجه، فكليتها في دبي وعجبتني وكنت كنجي كنصيبها بطريقتي، انما للاسف جربتها اليوم بطريقه ديال اللي انتشرت في اليوتيوب اللي هي كيديروا بالقرعه ديال بلاستيك ديال الماء او لا ديال كوكاكولا او لا اي قرعه ديال بلاستيك تكون عندك خوات. بغيت نعطيكم رايي بصراحه، كيف كتعرفوني انا دائما بالصراحه والشفافيه. البنات غندوزو باش نصوبو الوصفه ونشوفو واش فعلا كتسهل هاد الضجه هادي واش غتكون طريقه ناجحه انك ديرها بالطريقه اولا لا. الوغ اول حاجه محتاجين اننا نصايبو داك القطر اللي غادي نديرو فيه دوك العوايمات بعد ما نطيبوهم ونقليوهم. فانا عندي كاس سكر هنايا كيف كتشوفو معايا، السكر سنيده، غنحتاج لواحد هكذا نص كاس ديال الماء. اوكي طبعا غديرو كميه كبيره فغضاعفو المقادير كامله كاس الماء، وغنحتاجو نديرو ليه واحد قطره هكا ديال العصير حامض باش ما يتحجرش لينا داك السكر، يعني قياس ديال معلقه هكا صغيره ديال العصير الحامض. وغنحطوه اول حاجه على النار نخليوه يغلي بدون ما نحطو فيه لا معلقه لا نحركوه لا والو، غتخليوه كيغلى حتى يبدا يدير واحد الفقاعات كيف غتشوفوا معايا. لو طون اللي غيكون هو كيغلي فيه وكيوجد غندوزو حنا باش نصايبو هذاك العجين ديال العوامات ونخليوه حتى هو لان كيحتاج انه يخمر ويرتاح. كي شفتو حركت الكاسرون هكا غير بيدي، ما تحطو حتى شي حاجه وما تحركوش وهو فوق النار، خليوه فوق النار وخليوه يغلى وندوزو نوجدو هذاك بدون ما تحرك بدون والو. اوكي فندوزو دابا باش نوجدو هذوك العوايمات او لا العجين اللي حنا محتاجين ديال الزلابيه او لا لقمه القادي او لا كل واحد كيفاش كيسوهم على حسب المنطقه. هنا محتاجين اننا غناخذو واحد كيف كتشوفوا معايا عندي معلقه ديال السكر، معلقه ديال الخميره عفوا الخميره فوريه، معلقه ديال الخميره فوريه، معلقه ديال مايزينا ممسوحه. اوكي انا هاد الكميه هادي غندير فيها كاس ديال الدقيق، بغيتو ديروه اكثر فانتوما ضاعفوا المقادير على حسب شحال ما محتاجين. حاجه مهمه البنات، هاد الزلابيه اولا هاد لقمه القادي راه كتقلى كتكلف نهارها، ما يمكنش تخليها لغدا لي زعما تعاودي تاكلي منها. اوكي فهاد ما ديروش كميه كثيره، يعني ديروا كميه اللي غتاكلوا داك لو طون ديك الساعه. هنا بغيتو تزيدوا تنكوها فممكن تضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال فانيلا كيف تشوفوا معايا. وهنا غنجي ناخذ نص كاس في الاول ديال الماء ومن بعد غنشوف واش غنحتاج انني نضيف الماء اولا لا، عينكم ميزانكم في هذه المرحله هذه. ضفت الماء، ضفت كاس ديال الدقيق، نفس المقاييس ديال الكاس خديت بهم الماء وخديت بهم الدقيق،
نحركهم هكا بيديه تندى باش العناصر كامله كاملة راه ساهله، كتوجد غير باليد هكا كتحركوها يعني غير بسباتيولا اولا بطراب يدوي. وحاجه مهمه البنات، انا كيف شفتوا انا بقى عندي لخالات شويه ثقيل، عاود زدت قيس معلقه حتى لجوج معالق ديال الماء، غنشوفوا القوام ديالو كيفاش خاصو يكون معايا. انتبهوا مزيان في هذه المرحله هذه الخليط كيكون شويه ما بين خفيف ما بين ثقيل، اوكي كيكون كثيف شويه على الخليط العادي ديال الكيك. هانتوما كيف كتشوفوا غنحاول انني نوريه لكم مزيان باش تفهموا معايا كيفاش الشكل ديالو خاصو يجي وكيفاش خاصو القوام يكون. ردوا البال وانتبهوا، ضروري جدا تحركوه مزيان تدخلوا ليه الهواء وتاكدوا ان كل شيء اندمج مع بعضه وما بقاش عندنا تكتلات من الدقيق. فوالا كيف كتشوفوا الكثافه ديال الدقيق او الخليط ديالي كيفاش داير، كيكون شويه ثقيل على الخليط العادي ديال الكيك، يعني بحال شكل الخليط ديال الامريكان كيك ثقيل شويه على هكا. اوكي هنا صافي راه شفتوا الفقاعات كيفاش داخل الهواء مزيان للعجين. غادي نغطيه بواحد الفيلم انيمونتيغ ولا بلاستيك غذائي ونخليه على جنب يرتاح ويخمر واحد شويه حتى يبان لي فيه واحد الفقاعات، يعني انتفخ ما كينتفخش هوايه انما كيبان لنا انه خمر بحال العجين ديال البغرير ديالنا ديال المغرب. اوكي وهذا العجين كيكون بحال شكل ديال اسفنج مغربي. صافي وغندوز نطفي على هذاك القطر، ما كنساوش كنبقاو نراقبوه حدانا عندكم تنساوه غير تبان لكم داك كيدير واحد الفقاعات. صافي كتعرفوا راه وجد كيف كتشوفوا راني زوميت لكم باش تبان لكم الفقاعات، يعني تقريبا واحد 10 دقائق هكا كيكون وجد. هنا في اخر مرحله كنضيف له واحد معلقه ديال ماء الزهر وكنخليوها غير هكا كتذوب مع هذاك السكر اولا مع هذاك القطر، كنحركوها وكنطفيو عليها مباشره. اوكي هانتوما غتشوفوا معايا كيف ما غايبه لكم في الفيديو انني ضفت ملعقه حركت وغير سخنت شويه داك الماء الزهر مع داك الخليط وطفيت. الفيديو راه شارح نفسه، كنتمنى الفكره توصلكم ويكون شي يكون واضح. فوالا بنات انا كيفاش ما شفتو حركتو ومباشره غادي نطفي عليه ونحيدو على جنب وندوز نوريكم ديك الطريقه اللي انتشرت في الفيديو ديال في اليوتيوب هكا انك قرعت بلاستيك ممكن ديريها لها لعده استعمالات وغنشوفو نكتشفو مع بعضياتنا واش هادشي مفيد صحيح غلط شي حاجه يعني نقدر نعتمدها في حياتي انني نستعمل قرعه بلاستيك هكا. هنا خديت قطيب باش سخنتو باش نقدر ندير واحد الثقب ملي غيخرج عندي العجين. طبعا الثقب عينكم ميزانكم ما خاصوش يكون كبير، غتشوفوا معايا كيفاش غيكون في الاول غنثقبو غير هكا صغير من بعد غنزيد نستعمل غير واحد شوي. انتما كنحاول انني نوريكم مرحله بمرحله. فوالا بنات طبعا ندوزو لاهم مرحله لانني غنزيد نكبر ديك الثقبه باش تقدر يخرج لي منها العجين. وصراحه مني جيت كنشوف انني كيفاش خاصني ننزل الخليط في ديك القرعه هنا فين غنكتشف انها غير مفيده بتاتا انني نستعمل هذه القرعه كبديل الاقمع كبديل البلاستيك كبديل بزاف الحاجات. فلقيت مشكل انني كيفاش غادي ندخل هذاك العجين في القرعه. حاولت كيف غتشوفوا معايا انني اول حاجه وسعت هذيك الثقبه باش يقدر يخرج منها العجين لان القوام ديالو ثقيل ماشي خفيف، يمكن لكان خفيف اكثر كان ممكن تكون سهله القضيه، انما الخليط عندي انا القوام ديالو كيف غتشوفوا ماشي ثقيل ماشي خفيف فشويه كثيف القوام ما غاديش يبغي يدخل ليا مع القمع اللي درت. فهذا اول معاناه لقيت انها ما بغاتش تدخل ليا كيف تشوفوا معايا نتوما لاحظوا بعينيكم القوام مستحيل ينزل بسهوله تما. فرجعتو انا حاولت انني ما نقطعش الفيديو باش نشارك معكم الحقيقه كيف ما هي. الوغ هنا في هذه المرحله اللي بغيت نخشيه تما خاصني نخفف العجين، ولا خففته ما غاديش يصدق لان هذا القوام ديال هاد الزلابيه اولا لقمه القادي اولا هاد اللقيمات اولا اللي كيسميوهم خاصهم يكون القوام ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا. حاولت عاوتاني انني ندخلهم هكا بيدي غادي ياخذ لي الوقت وغادي نبقى مكرفصه ومعذبه تما. وانا الصراحه هذا الفيديو هذا ملفه كشتو بزاف تنتشر وانا هادو ملفه كنصيبهم غير بقمع اولا بلاستيك كاع، الا وحلت ما عنديش قمع كندير بلاستيك عادي يكون نقي جديد غير مستعمل وكنديرو. هنا حاولت انني ما قطعت حتى شي حاجه باش نوريكم كل شيء قدامكم ما تبقاش اي حاجه تشوفوها منتشره في الانترنت اولا جايبه مشاهدات انها صحيحه سهله تاخذوا عليها فكره انها واو، بالعكس تجربوا الحاجه. انا هانتوما كنحاول انني نوريكم البنات على الحقيقه والصراحه بدون تقطيع بدون مونتاج، ما حاولتش انني نشيل هنا حتى شي حاجه باش نوريكم كل شيء جربته فوالو. غلقه صعوبه باش ننزل الخليط. وحاجه اخرى غادي تلاحظوها فاش غادي نجي نبغي ننزلو في المقلاه باش نقليه غادي تضطر انك تخصك جوج قراعي ولا ثلاثه يكونوا عندك باش تستعمله، لان اون فوا غادي تبداي
تستعملي الخليط غادي تخسر القرعه القنينه صافي ما غتبقاش صالحه للاستعمال. فهنا انا عاده كنت كنستعمل هذه اللي هي ديال تيبروير اقمع اي اقمع عاديين ما عندكش ديري. وكيف غتشوفوا معي ما غنستعملهاش، تعمدت انني ما نستعملهاش وتعمدت انني نستعمل بلاستيك عادي. باش نوريكم البنات ان تقدوا تستعملوا بلاستيك ما كاينلاش، تعدوا راسكم بقرعه خوي فيها الخليط وبشويه وتقسميه على مراحل، لان هاد القرعه اون فوا غتستعمليها مره غترميها ما غتعاوديش تستعمليها. فاحسن حل هو تستعملوا بلاستيك اولا تجيبوا دوك الاقمع اللي كيتباعوا، راه ساهلين موجودين فيما كاينين، شريهم وديريهم عادي كيف كتشوفوا معايا. درت بلاستيك وساليت ما قال القنينه لا والو. ومع ذلك غنحاول انني نجرب لكم الخليط بالقنينه ديال الماء باش نوريكم الفرق. اوكي فتبعوا معايا الاخير البنات، وكنتمنى انكم نتوما تستافدوا وتقولوا لي رايكم. ولا كانت شي وحده فيكم البنات جربت هذه الطريقه هذه ديال القرعه تكتب لي رايها، تقول لي واش بصح صحيحه او لا غلط. يمكن انا كنت درتها بطريقه خاطئه، مع انني متاكده ان هاد لقمه القادي انا راه مني جيت من دبي وانا كنستعملهم، يعني حيت كليتهم دقتهم في دبي وعجبوني، ومني جيت المغرب واحد المره بغيتهم تشهيتهم قلبت في اليوتيوب لقيت الطريقه سهله وليت كنستعملهم بقمع بلاستيك بهذيك ديال تيبروير اللي عندي كرخشي فيها الخليط، غير هي كتبقى كل ساعه تخور كسك تعمريها. فواحد الوقت وليت كندير بلاستيك، كيف غتشوفوا البلاستيكه غتسلي الخليط كامل غنديرو وغادي نسالي ونلوحها مباشره. مي القرعه ديال الماء او القرعه ديال البلاستيك خاصكم يكون عندكم جوج قراعي او ثلاثه، لان غنوريكم علاش اون فوا غتبداو البنات تنزلوا فيها خاصكم توركوا عليها يعني غتخسر. اوكي فبرافو انني وريتكم طريقه سهله وجربت معكم. ولا كتبغوا لي ندير معكم بزاف التحديات اولا هاد الفيديوهات هادو ديال نزهه تجرب كتبوا لي في كومنت باش اي حاجه تبان لكم شي حاجه منتشره وهذا بغيتوني نجربوا واش صحيحه ولا غلط كتبوا لي. اوكي وهنا كيف شفتوا حيد داك الاطراف باش ما يتحرقوش ليا، لان يدي غتكون قريبه للنار باش ما تحرقش ليا بلاستيك. وقطعت القياس اللي انا بغيتو اللي غيكون غير صغير واحد شويه البنات ما تقطعوهاش بزاف. ها نتوما كيف غتشوفوا معايا. المهم البنات هنا كيف شفتوني كنت غنستعمل السكين باش نقطع، وانا نقول علاش ما درتش المقاس احسن واسهل. وصراحه مشى ليا المقطع الاول الحقيقي كيف كتشوفوا راني دارت القليه الاولى عند بالي راني كنصور لقيت راسي راني دايره بوز الوغ هنا كيف كتشوفوا هاي ديال القليه الثانيه غتشوفوها درتها لكم دابا، لان فريمون مشى لي هذاك المقطع الاول اوكي ماشي مشكل. المهم راه كتشوفوني ساهله هاد الطريقه وغنجرب معكم بالقنينه تشوفوا واش تستاهل ولا ما تستاهلش، واش صحيحه واش خدات تستاهل ديك الدرجه. هانتوما تبعوا معايا للاخير وغتكتشفوا بنفسكم وغتفهموا علاش قلت لكم هاد البلاستيك احسن. اوكي المهم البنات الزيت خاصها تكون ساخنه جدا، ولكن اون فوا نبداو نحطوا هادوك نقصوا على النار ونخليوها تبقى تحمر بشويه باش تطيب لينا من الداخل ومن برا وتبقى محافظه على القرمشه ديالها. نقصوا عليها النار وبقاو مره مره كتحركوها غير هكا، راه هي كتولي منفوخه على شكل هكا كيف كتشوفوا كريات. اون فوا كتحركوها بحال بانيه بحال الاسفنج بحال ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، شفتوهم راه بالصوره واضحه. صافي اون فوا كديروا بحال هكاك مباشره كتهزيهم كتحطهم في داك القطر اللي صوبنا. انتبهوا جدا ان داك القطر ما خاصوش يكون القوام ديالو كثيف بزاف، هو اون فوا كنحطو فيه هادوك سخان هو كيرجع يذوب، يعني علاش خاصكم تصيبو هو الاول باش يبرد، وان فوا كنحطو فيه هادوك اللقيمات اولا هادوك زلابية اولا هكا كيرجع ديك السخونية كذوبو وكيتلبس بيهم. ما بغيتوش تستعملو القطر راه ممكن ديرو البنات غير العسل، ممكن ديرو شوكولا، ممكن نوتيلا، انا كنوع فيهم صراحة لان عجبوني بزاف، وسورتو الا درتي فيهم نوتيلا اولا شوكولا دايبة هكا ملي كيطيبو تقليهم ديري داك الصوص كراميل اولا صوص شوكولا اولا هكا وديري فوق منهم لوز اولا بيستاش ولا شي حاجه كيجيو غزالين. فوالا كيف كتشوفوا معايا مباشره كنحطهم تماك. غندوز باش نوريكم دابا القليه. هانتوما شفتوا غير هكا حركوهم راه الصوره واضحه، وهذاك القطر راه كيرجع يدوب عليهم. من بعد صافي غنصفيو هذاك باش يهبط القطر الباقي ديالو وهما كناخذوهم كناكلهم. هنا غادي ندوز باش ندير معكم القنينه نشوفوا كيف ما شفنا في الانترنت منتشره كيف كتشوفوا الخليط بقى في الجنب يعني خاصني نتسنى عليه حتى يعاود ينزل عندي لتحت ونزل حنيني يعني ينزل خلاص راني ما عنديش الوقت باش نبقى نضيعو هنا رجعت كنكمل القليان ديالي عادي، لان فريمون ما عنديش الوقت باش نبقى نتسنى ديك القرعه حتى تنزل فيها الخليط. والمهم غندير هاد القليه هادي لو طون اللي غندير هاد القليه يكون هو نزل على راحته بشويه اللي يخليك خد راحتك
فريمون تجربة فاشلة، ما ننصحكمش ديروها خصوصا في هذه الوصفة. يمكن في وصفات اخرى تقدر تكون مفيدة او لا ناجحة، بعد في هذه الوصفة هذه تفاداوها ما ديروهاش، حيت اغلبية دابا كتخرج حاجة كينوضوا كلهم كيديروها ولكن تقدر ما تكونش صحيحة، تقدر تكون غلط. اولا هذا العجين هذا خاصو القوام ديالو، راه كيجي اسفنج، كيجي بحال السفنج، فما خاصوش يكون كثيف، ما خاصوش يكون جاري. الا جرينا العجين باش يدخل لنا القنينه كي غنديروا فيه، ولا تقلناه غنوليو خاصنا نديرو حفره في ديك الغلاقه باش تنزل لينا وباش تعاود تطلع لينا وباش نبطوها وباش ندخلوها. ما هذا يا هذا. انا بعدا نبغي نخدم ولا نطيب ولا ندير شي حاجه تكون سهله براتيك عليا وعلى اللي غيتبعوني وينوضوا يديروها. اوكي، ما نبغيش شي حاجه تكون تخو كومبليكي بزاف عليا ونبقى ساعه وانا مضاربه ومتعصبه. انا من داك النوع اللي تعصب، ما نقدرش نسيبورت انني خاصني ندخلها ساعه وانا كنخشي في داك العجين في البلاستيكه وتسالي خاصني نعمر قرعه اخرى ونبقى نتسنى ونون. لا لا لا، اي كانت فريمون شي حاجه اللي صعيبه جاتني انا، ما عجبتنيش بتاتا في هذه الوصفه. الا بغيتو نجرب باقي الوصفات اللي داروا الناس بالقنينه ديال البلاستيك قولوها لي البنات في كومنت ونجربها معكم باش نشوفوا الحقيقه. لا كيف كتشوفوا، راه ما قطعت من حتى شي حاجه باش ماشي تقولوا كذبت ولا بدرت ولا درت. خليت لكم الفيديو كما هو، الوصفه كيف ما هي. ان شاء الله مره اخرى نعاودها لكم بطريقتي انا اللي هي هذه تقريبا نفس الطريقه، غير هي ما كنديرش هذيك القرعه وما كندير، يا اما كندير قمع يا اما كندير هذيك شتي هذوك ديال التوبير وير اللي وريتكم اللي فيها الاقمع ديك الزرقاء، حتى هي واحد البيريود ما بقيتش كنستعملها لانها صغيره الحجم ديالها، فكنبقى نستعملها على جوج مرات. فها نتوما تبعوا معايا، فتا هي لقيتها بحال شكل بلاستيك، فوليت كندير بلاستيك اولا قمع. وانتم شوفوا كيفاش، اولا الخليط ما غينزلش حتى هو، خاصك تقطعيه بمقص. هذه وحده صعيب باش تنزليه، خاصك تضغطي على القنينه حتى كتبعص. كيقول تبعص، ما معجبتنيش زعما فريمون، لقيتها مضيعة لي الوقت، مضيعة للوصفة. شوفوا كيفاش كينزل الخليط، راه بحالو بحال اللي كينزل من البلاستيك. دونك علاش نعذب راسي نديرها في جوج قرعات ونبقى نتسنى القرعه الاولى اللوحه ونعمر القرعه الثانيه جديده عاوتاني تكون عندي، حيت كتضغطي على القرعه، خاصك تضغطي عليها باش تخرج داك العجين. الا ما ضغطتيش عليها راه ما غتهبطوش لك. هانتوما حاولت اني نهز الكاميرا باش يبان لكم مزيان، وعذروني على التصوير، راكم عارفين التليفون قريب للنار والقليان وهادشي اصلا ما معاش اللعب، ولكن انا مغامره لان باش يبان لكم كلشي بوضوح. دونك ما عجبتنيش بتاتا، يعني فريمون ما تبقاوش تاخذوا فكره ان الفيديو انتشر مشاهدته وطالعه ولهاد تقولوا راه الوصفه ناجحه اولا الوصفه دايره شي ابداع اولا صنعت لنا مع صواريخ اولا قمر. اوكي، ف يعني طلعت القمر. اوكي، فالوصفه ما كتستاهلش. يمكن الا درت بها بيتزا ولا درت بها فطائر ممكن، حيت الخليط ديال البيتزا وداكشي كيكون شويه سائل، وما عرفت انا ما مجرباهمش. انما شفت هاد القضيه ديال هاد القنينه هاد مؤخرا دارت ضجه في اليوتيوب وفي الانترنت، بقرعه بلاستيك ديري، بقرعه بلاستيك ديري، بقرعه بلاستيك قدي، بقرعه بلاستيك طيبي، بقرعه بلاستيك دبرني راسك. نو، بلاستيكه كافيه الا ما عندكش كاع قمع، الا ما عندكش كاع داك البوشه دويل، ما عندكش بزاف الحاجات. بلاستيك تكون جديده نقيه، زيبلوك نقيه جديده استعمليها. انا والله الا كنت كندير زيبلوك الصراحه ولا في الاقمع اللي كنت كنشري وكندير فيهم داك الثقب اللي كيكون داك الراس اللي كيكون كيخرج سامبل ما كيكون فيه حتى شي زواقه، علاش الواحد يعذب راسو؟ بلاستيكه اختي كاع تلفتي ديري بلاستيكه، دابا هذيك رميتها هكاك حيت غنبقى مبعصفه باش تهبط لي الخليط. ما صافي وانا نحيدها. المهم انا كيف غتشوفوا غادي نكمل الفيديو كيف ما هو، غنبقى نقلي ديك الكميه كامله. راه تبارك الله داك الكاس كيخرج واحد الكميه لا باس بها، يعني تاكليها نهارها ما كتبقاش تبقى. الا بغيتو تخليوها مثلا فخاصكم ديروا ليها نص قليه وتعودوا الكميه الاخرى اللي غتبقى تكملوها في القليان، ولكن ديروا هذا القصر كيعطيك ديال تاكلي ديك الساعه وصافي. اوكي، ما متكثروش منها لان ما كتهرب بحال الشفنج فاش كيبرد. فهمتوني البنات؟ ما عرفتش واش تفهموا كيفاش كيجي القوام ديال هذاك ملي كيطيب، هو كيكون من برا مفشفش، من برا مقرمش ومن الداخل مفشفش وطاب. هانتوما كيف تشوفوا، مول وحده طاحت خديت الهاني غزوه ما كانتش هزه بزاف داك القطر. وصافي هنا نصفيتو باش ينزل لي داك الباقي ديال القطر وحتى تشوف طبيسيل. عندكم لوز كونكاسي اولا كاوكاو كونكاسي اولا بيستاشيو هكا ديروه من الفوق، ممكن كوك اي حاجه ممكن تخليهم سامبل هكا. غنخليكم مع سينيماتيك والمنظر وسمعوا القرمشه. يا سلام.
والله البنات كنهضروا الفيديو ديالهم وكيف كتسمع معايا القرمشه. يا سلام، كنتمنى الفكره تعجبكم وما تبقاوش تسيقوا اي حاجه الا ما جربتوهاش، وكنتمنى الفيديو يكون ظريف خفيف عليكم، وخليوا لي رايكم. واللي جربت ديك القنينه لقاتها تقول لي تجربتها مع القنينه واش نجحت معها ولا فاشله. يلا فرجه ممتعه البنات، باي باي.